كوتش هشام الفيلالي بن ناصر، كوتش اللي اختار يتخصص في رياضة الأيكيدو بالرغم من العمل ديالو في مجال آخر. هوايته بدأت من سن مبكرة قبل ما يسقلها بمجموعة من التدريبات والشواهد المعترف بها بالمغرب وخارجه. هشام فيلالي بن ناصر، عمر 48 سنة، أب متزوج، أب لثلاثة ديال الأطفال. المسار الدراسي ديالي دوزته في الدولة، حتى الباكالوريا سيونتيفيك ديالي دوزتها عام 1996، باكالوريا سيونتيفيك سيون سيكس. ومن بعد اتجهت لليونيكول بريفي فين دوزت 4 سنين في الإعلاميات، بها تمكن لي باش ندخل للشركة دولية في المجال ديال الإعلاميات اللي خدمت فيها من الوقت اللي تخرجت حتى الآن، ومازال خدام فيها هذه 24 سنة. بالنسبة للمسار الرياضي ديالي، بديت من الصغر، من 12 عام بديت خدام في الفيتنس، ومن بعد الفيتنس دزت للبادي بيلدينغ اللي حققت فيها لا تروازيام بلاس في بتيت طاي في المغرب. منها كان عقلي مشغول بالرياضات الآسيوية اللي اختاريت فيها الايكيدو من الجابون. دوزت فيها تقريبا واحد 24 سنة. بديت مع لا فيدراسيون ناسيونال، شديت فيها الحزام الأسود الأولاني، ومن بعد خديت الحزام الأسود في رياضة الايكيبودو اللي هي طرف من الايكيدو، مع الأستاذ القيم من فرنسا سانسي ألان فلوكي، وتمكن لي باش نزيد في النيفو ديالي. من بعد التحقت بالإكيب ديال لايكي كاي في المغرب اللي خديت معها لحد الآن الحزام الأسود الدرجة الأولى والدرجة الثانية الدولية في رياضة الأيكيدو، وكنوجد إن شاء الله هذا العام باش ندوز الدرجة الثالثة. لأنواع الرياضات اللي كندير مقتطف من الايكيدو هي الأساس، والمقتطفات منها اللي هي لا سيلف ديفونس، واللي هي الستريتشين ديال الايكيدو، واللي هي لي بوستور ديال اللي كيعالجوا المشاكل ديال الظهر، المشاكل ديال الرجلين بالنسبه للناس اللي اكسيدونتي، بالنسبه للناس اللي هما اللي وقع لهم مشكل في العضلات ديالهم. كناخذوا من الايكيدو بزاف ديال الحوايج اللي كيمكنونا اننا ندير لهم شويه لا كونفاليسونس من بعد بيان سور المسائل الطبيه ديالهم. الفئات اللي مقبله، هي ما كاينش فئه مقبله على الايكيدو، لانه هو السيد اللي صيب لايكيدو سانسو ايشيبا كانت عنده 60 عام، واللي بدا لايكيدو من الصغر كيبكلو يزاولو حتى لاخر حياته. المستقبل ديال الرياضه دابا تبارك الله عندها 30 عام في المغرب، وهي من الرياضات اللي يكون عندها مستقبل كبير، لانها فيها بزاف ديال لا ديسيبلين، وبزاف ديال الترافاي سور سوا، وبزاف ديال لا زينيتود، اللي كتجعل انها من الرياضات اللي القيمه اللي كتدفع بنادم انه يشوف راسه ويعالج راسه ويزيد القدام ويزاول. ماشي غير النشاط الرياضي، كتعاونو حتى في النشاط اليومي ديالو، تتعطيه الانرجي، تتعطيه بزاف ديال الحوايج يرجعوا هاد الرياضه من اهم الرياضات اللي هي عندها واحد الدوام بالنسبه للشخص طول حياته.